مجد في قناتكم للطبخ والجمال. اليوم ان شاء الله غادي نتكلم على واحد الموضوع تطرح من قبل واحد السيده متابعه ديالي، طلبت مني انني نتكلم على الورديه او لا مرض الورديه. فما هو مرض الورديه؟ الورديه هو مرض جلدي مزمن يصيب النساء اكثر من الرجال، خصوصا في السن ما بين 30 و 50 سنه. هذا المرض كيكون عباره عن توهج وطفح على مستوى الخدود والجبين والانف والذقن، ومن بعد يعني من بعد تطورات المرض كيولي يشبه بشكل كبير مرض حب الشباب، بحيث ان حب الشباب كيتميز بنقط يعني برؤوس سوداء وبيضاء. اما مرض الورديه فهو كيكون عباره عن بثور بدون راس، يعني مليء بالصديد والقيح. فاسباب الورديه المباشره، يعني ليست هنالك اسباب مباشره للورديه، ولكن هنالك اسباب متداخله يمكن ان تسبب الورديه، بحال الشكل ديال التعرض لمفرط الاشعه الشمس بدون وضع واقي الشمس، العيش في اماكن اللي هي درجه الحراره ديالها جد مرتفعه، احتساء الخمر، التدخين، اكل الوجبات المليئه بالبهارات الحاره، الاكل البارد، المسائل اللي عندها علاقه هكا بالخجل، يعني الناس اللي كيكونوا كيخجلوا بزاف يعني كيولي عندهم واحد الضغط دموي في الوجه ديالهم، يعني كنعرفوا ان الوجنتين ديالهم او الخدود ديالهم كيولي هكا فيهم واحد الاحمرار، فكيوقع واحد الخلل على مستوى الاورده يعني في هاد المناطق هذه، فكتبقى دائما هكا حمراء ومتوهجه. ناهيك على يعني امراض اللي عندها علاقه بالضغط الدموي، امراض يعني في الامعاء يعني او في الجهاز الهضمي، حتى هي كيمكن لها تسبب في المشكل ديال الورديه. فكما قلت كاينه اسباب كثيره، والورديه يعني كتصيب النساء اللي عندهم هكا البشره فاتحه، يعني البشره بيضاء شديده البياض، وهما النساء اللي كيكونوا متعرضين اكثر للورديه. بالنسبه للسيدات اللي حسوا براسهم عندهم المشكل ديال الورديه، فما يتردوش انهم يمشيو عند الطبيب المختص، لان الورديه مرض جلدي كيف ما قلت مزمن، يعني مزمن اللي كنقولوا مزمن يعني كيبقى معنا دائما، يعني كاين هو فيه انواع، كاين الانواع اللي كتعالج وكاين الانواع اللي كتبقى دائما معنا، ولكن مع الوصفه ديال الطبيب ديالنا ما كيبقى حتى شي مشكل، يعني كنقدروا نسيطروا على المرض ونبقاو دائما به، ما كاين يعني ما كاينش مشكل. في حين الا ما تعالجناش او ما درناش علاج لمرض الورديه فكيتطور وكيصبح خطير، يعني وكيولي تضخم على مستوى الانف، تضخم على مستوى الغدد الدهنيه، يعني مسامات واسعه، يعني بصراحه يخرب الجلد بواحد الشكل اللي هو خطير جدا، وكيولي خاص تدخل جراحي، في بعض الاحيان علاج بواسطه الليزر، وهذه كلها مجموعه ديال العلاجات اللي هي يعني مكلفه من الناحيه الماديه. فكيف ما قلت السيده تمشي عند الطبيب المختص باش يوصف لها يعني ادويه اللي من شانها انها تهدأ من روع الورديه. فالورديه ما كتحملش هكا مستحضرات اللي كتكون غنيه بالدهون، يعني بمجرد ما كنحطوا مستحضرات غنيه بالدهون وبدون يعني استشاره طبيه فاكيد كنواجهوا مشكل. كيجي الجانب الطبيعي، فدائما هنالك جانب طبيعي. فبالنسبه للنساء اللي كيعانيوا من الورديه، يعني ياخذوا هكا كمادات الشاي الاخضر والاسود، كناخذوا هكا الشاي كنطيبوه كنديروا قطن دائري فيه كي يعني يغتصب بشكل جيد يعني ويتملا بداك السائل، وكنحطوه في اناء ونديروه في المجمد. فيما كنحسوا هكا بواحد يعني تهيج في الوجه ديالنا كنحطوا هذوك الكمادات، يعني كيهدئوا الجلد بواحد الشكل اللي هو كبير وكبير بزاف. او هذه الوصفه حتى هي ممتازه، هي عباره عن عصير القزبر، كناخذوا القزبر يعني وكنطحنوا وكنعصروا داك العصير الاخضر ديالو وكنضيفوا له القليل من الكركم وكنوضعوه على المناطق اللي يعني من شانها تكون فيها الورديه، فكيهدئ بواحد الشكل اللي هو ممتاز. كنجيو للمجال اللي هو التجميل، فالطبيب المختص كيوصف للسيده اللي كتعاني من الورديه جلسات يعني ديال التدليك او المودلاج عند السيده يعني عند المختصه التجميليه، باش يعني من شان ان داك المودلاج او داك التدليك يعني كي اكتيفي او لا يحفز الدوره الدمويه، انها الغرفه ديك الاماكن يعني اللي فيها الورديه، لان كيف ما قلت الورديه كتصيب يعني الاورده ديالنا، فكيولي واحد العسر ديال الدوران ديال الدم تما في هذيك المناطق. فملي كنديروا داك المساج او داك يعني داك التدليك كنساعدوا بشكل كبير ان الدم يعني يدور بطريقه اللي هي سليمه في الوجه ديالنا، شيء اكيد اللي كيعطينا واحد النتائج اللي مزيانه وكي يعني كيخفف من المساوئ ديال الورديه. فكنتمنى انني نكون جاوبت على الاسئله اللي تجول في الذهن ديال السيده اللي طلبت مني هذه المساله، واكيد السيدات الاخريات اكيد يكونوا هكا استفدوا. فكنتمنى اكيد الفيديو ديال اليوم يعجبكم وينال رضاكم، فلعجبكم ما تنساونيش من جام. وبالنسبه للناس اللي اول مره كيشوفوا القناه كنتمنى انكم تشتركوا في القناه باش ان شاء الله يوصلكم كل ما هو جديد ومفيد. شكرا جزيلا على حسن التتبع، الى فيديو قادم ان شاء الله.